السلام خوتي خواتاتي، كنتمنىكم كاملين بكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. الان كنتواجدوا فواحد التجزئه اللي الاسم ديالها تشوتيه كبيره، اللي الطريق اللي كتدي من طنجة باليا، الطريق ديال مرجان ديال مغوغه ديال تطوان. هاد التجزئه هي هاد جات ما بين طنجة باليا، الطريق اللي كتربط ما بين مغوغه كبيره ما بين مرجان، الطريق اللي كدي تطوان. القطعه الارضيه اللي المساحه ديالها 100 متر هي هاد هاي بالضبط، هي هاد. كاين ثلاثة ديال القطعات، كاين القطعة الأولى من فين كاين واقفة ديك الطوموبيل، وهي أخرى الثانية اللي هنايا، والثالثة هي هادي. الشارع ديالها هو هذا ديال 10 متر ها. الشارع ديال 10 متر، التجزئة هي هادي، وكتشوف من هاد الاتجاه هذا، شوف كتشوف من هاد الشارع هذا، هاد الشارع هذا بالضبط. هاد الشارع هذا نتوما كتشوفوا الدنيا باقا كتزيد تكبر هنا تبارك الله. اخويا منساوش تعملوا معنا اشتراك، تابوناو معنا باش كتوصلوا دائما للجديد كما وعدناكم. صافي، مساحه 100 متر، قلنا التجزئه هي اللي كتدي ما بين طنجة باليا وكتدي الطريق ديال تطوان مرجان دمغوخ. صافي، دابا شوف الاتجاه هذا مفجج، هاي كتبان ديك العمارات ديال البلايا، كتبان كلشي كلشي كيبان من هنا، واحد المنظر واعر بصح. صافي الاخوان، شوف، واللي بغى يتواصل معنا على الرقم التليفون ديالي اللي هو 0600 19 096. يعني السيد باقي ما كملهاش بالخلاص، اللي بغى يشريها كملوا التنازل عند البيرو بحال اللي كملوا الناس كاملين. هو اللي كيشريها هو اللي كيكمل الخلاص، اللي باقي له كترجع في الاسم ديالو، كملوا التنازل. قطعة مزيونة عند الشارع ديال 10 متر، والشارع الرئيسي راه هو فين هو غير ملي هان تزي ايا هادي، هما خدامين في الاصلاح ديالها. انا غادي نقول لكم الثمن ديالها شحال، الثمن ديالها خاي العزيز قلنا 650 الفرنك. الثمن ديالها مناسب بزاف الاخوان، اللي بغى يتواصل معايا على الرقم التليفون ديالي اللي هو 0600 19 096. العنوان ديال القناة ديالنا اللي هو عقار طنجة الوسط 2019، دايما كنجيب لكم الهميزات. صافي، 6500 درهم، يعني طريف مزيون في التجزئة. هانا التجزئة مزيونة، الطريف مزيون بزاف. ها الشارع ها هو ديال العشرة، التجزئة باقا كتزيد تكبر. شو يعني الناس باقين كيوصلوا في الأعمال ديالهم. كتزيد تكبر هنا. صافي الاخوان، الله يجازيكم بخير، يعني الفلوس كاش. صافي، اللي بغى كيمل السيد كيملو التنازل في المكان، في البيرو فين شرا في المكتب، واللي شراها كترجع في الاسم ديالو، يعني هذا كيعملو التنازل. صافي اخوتي، نعملكم واحد الجوله هنا في التجزئه باش تعرفوها بالضبط. قدام هذا الرتاحه، شي هذا الرتاحه هذه، هذا الرتاحه هذه ياك، الأرض ها هي فين هي جات أنفاس معاه، ها هي جات أنفاس معاه. أخوتي بارطاجيو معنا، الله يجازيكم بخير، وعملوا معنا الإشتراك، ربما يكون عائلتكم ولا الأصدقاء ديالهم كيفتشوا على شي قطعة أرضية بحال هادي. نعملكم واحد الجولة هنايا، غادي نشوفو مفجة هنايا، هانتوما كتشوفو شي كاش مفجع، كل ما غادي تزيد تعلي تبني كل ما كتزيد تفجج. تما البحر من تما كيبان واحد المنظر، منظر مزاون كيبان من هنايا، شوف مفجع مفجع الاخوان، شوف مفجع. هادي باقي لها الاخوان قول واحد عام تسلم، ايه عام تسلم. انا نعمل لكم واحد الجوله هنا، قلنا التجزئه هي هذه، قطعة ارضيه هي هذه، ها جات على يدنا هذا الشمال. صافي، نعمل لكم واحد الجوله هنا الاخوان، تبعوا معايا
دائما الله يجازيكم بخير، حاولوا تتبعوا معايا الفيديو وتفهموه مزيان، بعد ملي كتتصلوا بيا كنكون عارف انا شنو تجزئه بالضبط الفنجات. وهاك هذه المساحه ديالها قلنا 100 متر، وعندها الشارع 10 متر والثمن ديالها مناسب الاخوان. ها انتم كتشوفوا ها الشارع، راه الدخله ديالها فين هي شتيها؟ ها هذيك هي الطريق اللي كتدين طنجة باليا، كتدين البحر طنجة باليا، على يدنا د الشمال وعلى يدنا د اليمين من هنايا، هذي الطريق كتدين مغوغة، مرجان د مغوغة، طريق تيطوان، صافي، والداخلة ديال التجزئة راه الداخلة ديالها من تم، وباقي غادي يزيدو يفتحو لها الطرقة من هاد الاتجاه هذا، حيت التجزئة كتزيد تكبر، صافي، اللي بغا يتواصل معنا الإخوان مرحبا، صافي، ها، التجزئة مزيونة، فج، شوف. خوتي انا عملت لكم واحد الجوله هنايا، دابا غادي نخرجوا بحالنا حنايا مرليح مراحين. صافي خوتي يلا السلام عليكم. دائما الميزات ودائما الجد. يلا السلام عليكم اخوتي، بالسلامه.